شو ممكن تذكرني شو هي المبادئ الأخلاقية الطبية الأربعة بشكل سريع بدون ما ندخل بتفاصيل، ممكن نشرحها لاحقا بتفاصيل؟ في عندك أربع مبادئ للأخلاق الطبية احنا عادة نعتمد عليها، اللي هي أوتونومي، أو اللي هي قدرة المرأة، احترام الريسبكتيف أوتونومي للمريض، الأوتونومي احترام وقدرة ذاتية المريض، المريض أو قدرته على اتخاذ القرار، اللي هي قدرة على الانفورم اتخاذ كونسنت، اللي هي أنه القرار. هو ياخذ هو يقول إيه أو لا على العلاجات اللي نقدم له إياها. نعم، وفي عندنا كمان البنفيسنس اللي هو الفائدة أو النفع، مقدار النفع طبعا. في عندك كمان المبدأ الثالث هو النون ماليفيسنس، أو هو عدم إلحاق الضرر بالمريض، والمبدأ الرابع هو الجاستس أو العدالة. طبعا ضمن كل هدول، كل مبدأ فيهم في عندك يعني ممكن نحكي فيه عن ساعات، لأنه كل واحد جميل، فيه مثلا فنحن نحن حنحكي بالتفصيل عن كل مبدأ. هل دائما نقدر نحقق المبادئ الأربعة بكل حالة مريض دوما؟ نسعى لهذا الشيء، ولكن مو دائما بنحسن نحققه. هلا بصير يعني تعارض تحكي أحيانا، بصير تعارض أحيانا، صحيح؟ غالبا، مو بس احيانا، تمام، غالبا فهون وقتها غالبا بنطلبكم، بصير. لأنه أنا شلون بدي أحترم حق المريض أو ذاتيته وبنفس الوقت بدي أعمل جاستس للمجتمع، كل الناس تماما ياخذوا نفس العلاج أو أكبر قدر ممكن من العلاجات مثلا.